اليوم زينا الأرزغورو، منطقة جبلية اللي معروفة بالمناظر الطبيعية ديالها، ومنطقة اللي كتبقى زوينة بزاف. كان عندي الفضول باش أنني نكتشف هاد المنطقة هذه، والحمد لله فيها بزاف نتاع لي زاكتيفيتي اللي خلاونا نكونوا يعني ساتيسفي ونقبضوا لو بيانات ديالنا، بحال مثلا ركوب الخيل، وكنا كناكلوا القرودة، والدجاجات اللي كيصراو بحال هكا، وخدينا واحد الصور اللي هما زوينين بزاف. اون بليس دو سا خدينا دي بورتري بحال هكا، يعني حويجات تراديسيونيل. حتى من ناحية نتا لي زوطيل اللي كاينين هنا في لونتوراج، يعني لي زوطيل اللي هما يعني في المستوى، والحمد لله كان كلشي مزيان. انا اليوم جيت لا ريجون ديال افران ارزكورو، وهذه ماشي اول مره جيت من كنت صغيره، كانوا تيجيبونا الوالدين. دونك اليوم جيت مع صحاباتي باش نوريهم لا ريجون ويعرفوا الاصل ديال العائله ديالنا. ومنطقه زوينه، الهواء النقي، حاجه ما كايناش في لا بتيت سويس بحال اللي تيقولوا ديال المغرب، شي حاجه زوينه والطبيعه ديالها زوينه، وما ماشي شي بلاصه اللي تلقاها في ايور في شي منطقه اخرى من المغرب. وتنشجع الناس يجيو لينا باش يعرفوا الاصل المغرب وشويه ديال الاطلس كي داير ولو شارم ديالو حتى هو كي زوين. كنوجدو طويجنات هنا، كيجيو الزوار مرحبا بهم من كل البلاد، تيلقاو داكشي نقي زوين تياكلو وتيرجعو. في العشية تنوجدو المسمن، والعيالات ديال هنا خدامين على قبال الزوار، مرحبا بهم. هاد البلاصة معروفة بالقرودة، سميتها أرزغورو، ومرحبا بلي جا عندنا، مرحبا بالزوار، وكل واحد كيمشي على خاطرو. أتمينا اللحم تنبيعو بثمانين درهم، الدجاج بسبعين، والإقبال الحمد لله اللي تيقنع. المهم كاينه البركه، تنخدموا بحال هاد الشهر ديال 8 وشهر 12 وداكشي، حتى تكون شويه الثلجه تيكونوا الرحلات، وتنخدموا معاهم الحمد لله.